السلام عليكم. المواعيد المبدئية لمباريات الرجاء الرياضي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025 هي على الشكل التالي: مباراة الجولة الأولى الرجاء الرياضي ضد الجيش الملكي يوم 26 نوفمبر 2024، مباراة الجولة الثانية مانيما ضد الرجاء الرياضي يوم 7 ديسمبر 2024، مباراة الجولة الثالثة الرجاء الرياضي ضد سان داونز يوم 13 ديسمبر 2024، مباراة الجولة الرابعة سان داونز ضد الرجاء الرياضي يوم 3 يناير 2025، مباراة الجولة الخامسة الجيش الملكي ضد الرجاء الرياضي يوم 10 يناير 2025، مباراة الجولة السادسة الرجاء الرياضي ضد مانيما الكونغولي يوم 17 يناير 2025 إن شاء الله.